العزيز والتبكيل. اطوبوا اطوبوا هيطلع وهينزل مكانه دعم اوزوبيكي امامنا اهو دعم اوزوبيكي اوزوبيكي اوكوتشي ونزل امامنا اللاعب اوكوتشوكو اوزوبيكي البديل. هجمه للمنتخب النيجيري اوبي ميكال قاطع على طول مروات شوف الادوار الدفاعيه على طول استلام محمد النني الجمهور بيستعجل محمد النني يلعبها لعبد الله عبد الله السعيد يبحث عن محمد صلاح تبادل رقابه محمد صلاح سامسون سياسي عارف قيمه ودي الكره العرضيه فوق سجل هدف ثاني هذه استلام على طول من جانب عبد الله عبد الله تحرك المره دي وسط الملعب اوزوبيكي خرج الخطير اللاعب يطوبه سجل المنتخب العصبي والنفسي والضغط الجماهيري حتى الان يعطي المنتخب المصري الدفعه الجمهور اللي اتى من عبد الله بوش عبد الله ادي عبد الله السعيد ترجع مره ثانيه الكوره الى محمد النني استلام من صلاح وسط حصار وادي مره ثانيه لكن لمست يد عجبني جدا دانيال بنت حكم لقاء اليوم الكوره دي من عبد الله السعيد بتاعتك يا عبد الله بتاعتك يا عبد الله قلتش عبد الله الحاجات دي بتاعتك عبد الله السعيد فرصه كبيره جدا 7 أهداف ليه مع النادي الاهلي حتى الان هذا الموسم هذه الكره والالتحام ما بين صلاح ما بين اوزوبيكي ولكن لم تابع اليكس ايوبي نادي اليكس ايوبي هيدخل في هذه اللحظات تبديل الثالث والاخير لاعب الارسنال ايوبي اللي اصبح اخيرا لاعب لحال نهايه اللقاء بهذه النتيجه يرفع رصيد منتخبنا الى 7 نقاط كرة على طول ملعوبة محاولة من جانب أمامنا هو اللاعب عمر جابر غطى حلو قوي عمر محمد صلاح يرجع للدور الدفاعي أوبي ميكال لازم نستمر على نفس طريقة الأداء تدخل المرة دي عن طريق اللاعب فيكتور موزيس هل نستفيد حال نهاية اللقاء بهذه النتيجة يرفع رصيد منتخبنا إلى 7 نقاط كرة على طول ملعوبة محاولة أوبيكي منتخب الناجيري خلاص أنهى التبديلات الثلاث الديرسون مكان أموزي بداية الشوط الثاني ما شاء الله ربنا يحفظه ويديم عليه هذا التفوق ويحافظ على أدائه أليكس أيوبي العمق الخطير إيجالو لكن هنا الثالث والأخير محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت اللي طلب شراءه خلاص كان هي كلمة مصر هي الكلمة اللي تعني لنا الكثير تشعر كده بفخر وانت بتذكر اسم بلدك وحتى الآن نتيجة اللقاء 1-0 مع الحذر من هذا اللاعب أيوبي ولكن إلى خارج الملعب هذه هدف اللقاء عن طريق رمضان صبحي اللي سجله في الدقيقة 65 من عمر اللقاء. كرة على طول ملعوبة تصل مرة ثانية إلى اللاعب أليكس أيوبي خطيرة الهجمات المنتخب النيجيري خلي بالنا التسديد أدي فيكتور موزيس لكن بفدائية حسام غالي وسط الملعب عندنا مش واقفين على رجلهم ريم صلاح وحب نيجيريا أوزوبيكي نزل مكان إيتوبو اطلبوا الكرات العالية في هذه اللحظات. هل يستمر الصمود المصري؟ ادي الكرات العالية على طول يطلع احمد حجازي ترجع سريعا حافظ طول بك متقدم تريزيجيه ارجع تريزيجيه ارجع تريزيجيه ادي الضغط هنا وادي ابراهيم صلاح عنده انذار ابراهيم على طول اوزوبيكي خطيرة الكرة فيكتور موزيس يخلصها يا ولد يا ولد حجازي النهارده عامل مباراة تريزيجيه وعايز يعملها لكن مرة تانية ادي قتال قطعت يا تريزيجيه ارجع بسرعة ادي اوزوبيكي اخر هجمة في اللقاء منتخب النيجيري خطير İstediği gibi kullanamadı İrfan.
라이브 아즈부케 아즈부케에 도루 세사르 peşinde yatarak müdahale Sezer'den tuttuk Yasin Caner Caner boşluğu kullandı Azubuke şimdi Aite cezalarının dışında Aite pasını verdi Kakarisolo'ya Perovic'e gelmedi o top kısa düşüyor Hernandez'e gelmedi Azubuke Hernandez ikili mücadelesi Azubuke Ramazan Yasin indirdi Gonzalo bir kez daha Gotal topu hızlı ama Gotal da hızlı. Şimdi